استاذ عصام، رؤيتك في المقعد الافريقي، احنا بنتكلم طبعا في بيراميدز موجود، في المقاولين العرب موجود، الاتحاد السكندري ممكن يعني بعيد شويه لكن ممكن يخش الحرب على المقعد الافريقي بالنسبه طبعا للكونفدراليه، ده برضو بيكون مهم جدا لبعض الانديه وخاصه المقاولين. يعني انا امنيتي انه الاتحاد السكندري وبعده المقاولين الهيئه، لانه احنا اللي جاي لازم يبقى ضمن ملفاتنا الانديه الجماهيريه كابتن. ده هنعمل ان شاء الله يعني فعلا حلقه ان شاء الله، لانه لا يوجد في العالم النموذج اللي يطبق مصري ده، زي ما قلنا على الفار وسنينه اللي لازم يتفتح ملفه، لان المنافسه الحاميه تحتاج عدم ذهاب جهد الناس سدى، لازم البروتوكول يبقى مترجم ومعلوم، مش مره يقولوا الراجل بيقف عشان يسمع وبعدين يروح، ومره تاني يقولوا لا ده بيروح الاول وبعدين يقرر هو والزملاء في الكابينه، ومره ثالثه يقولوا اصل ما فيش كهرباء. دي اساءه لبلد اسمها مصر كرويا وغير كرويا، وبالتالي ادواتك يا كابتن هي اللي لازم تتراجع كويس قوي لضمانه المنافسه الأكثر شراسة دي وحمايتها، لأنه هذا هو تسعير الدوري يا كابتن وبقاؤه، في ظل أن احنا يفترض أن احنا الدوري اللي يبقى الأهم عربيا وأفريقيا، والجزء الآخر هو ملف يسمى اللعب المالي يا كابتن، واللعب المالي يساوي فورا أندية جماهيرية، ما دون ذلك مش موجود الموديل ده في العالم بمنتهى الصراحة. ولا كان السيد عبد الرحمن بن منصور بن زايد ربنا يوفقه ما كانش اشترى المان سيتي، كان اشترى نجوم العالم وعمل نادي، ولا كانت شركه طيران عربيه كلنا بنحترمها ما عملتش استاد باسمها، كانت اشترت نجوم العالم وعملت فريق. لكن هيسوق منين يا كابتن؟ انا وحضرتك والاستاذ اوصي هنشتري تذاكر للانديه دي، هنشتري شمسيه، وانا اسف ان حوار مكرر من العبد لله، يعني هيهم البث انه يديني فلوس زياده عشان عارف الريت بتاع جماهيري قد ايه. ده ملف خطر على صناعه اسمها كره القدم المصريه، بضمانه المنافسه اللي ودانا ليها الاستاذ محمد واللي حضرتك نتاجها لاعبا ثم محترفا وهكذا، اعتقد انه اوان مناقشه كيفيه الحفاظ على دوري كلنا عايزينه يفضل على السخونه. لا كمان يعني حربه ان احنا نحافظ على دوري وان احنا نقيم الدوري ونعظم فيه، ونقطة ربطتها بأسعار اللاعبين وعقود اللاعبين وكيفية انك بتتعامل مع لاعبين عقودها الى حد كبير اكبر من الفاليو بتاع الدوري المصري، ده مهم جدا. والنقطة كمان المهمة والاكثر اهمية عودة الاندية الجماهيرية داخل مسابقات الدوري الممتاز، ده شيء مهم جدا. ضمانة الصناعة مش بس مهم، ضمانة الصناعة صحيح. لا وكمان متعة كرة القدم مين يعني الزبون يعني في التسويق، انا بتكلم بقى في الصناعة اللي هي كل الناس، ها هي ليه بتخلق جماهير متعة؟ لانه فيها عاملين وفرص صحيح. عمل وكلام كبير صحيح. قوي والله العظيم، وبالتالي دي ضمانة الصناعة. كنا في ايام حضرناها كده تلاتتنا بيبقى يوم مش يعني ما يعديش بالسهل، على مين بقى؟ على الاهلي والزمالك في المنصوره اوزي وفي المحله وطبعا اسكندريه وبورسعيد وكده، انا بكلمك طبعًا. على اللي مش لاقي لهم على الترسان. انا عايز اعرف انت ليه رايح تستثمر فوريفر كده وما تقوليش فين الشركه دي، بينما يكفيك ان تضع اسم على الترسانه مثلا وتبقى شراكه معاه، على السويس يا عم وتبقى شراكه معاه. الملف ده ملف كبير جدا، الملف ده غايه في ان شاء الله يعني توعدونا تكونوا موجود معانا كره القدم في البلد دي طبعًا. واللي بيسمع في الاقتصاد العام يا كابتن ده مهم، ده مهم جدا.